في ناس كتير بتسيب الشغلانه يعني، اللي متمسكين بيها اللي هم واخدينها بالوراثه، اللي مثلا اهاليهم عندهم محلات فبيبقوا سايبين لهم المحلات، فيبقى مجبر ان هو لازم يكمل فيها ولازم يبقى ماسك فيها طبعا. انما الصناعي نفسه ما بيستحملش مثلا لو حصل يعني ان السياحه خفت او حاجه، فما بتبقاش مجازيه معاه، ففعلا بيسيب الصنعه.